راديو خاو، انا رميساء العيادي محاضر لغه صينيه، هكون معاكم في شرح سلسله HSK كامله، ودي بتتكون من 6 ليفلات. هنبدا طبعا بالمستوى الاول وهو HSK1. طيب ده بيحتوي على 150 كلمه بما يعادل 15 درس. ايه اللي هتكون استفدته بعد ما تخلص الكورس ده او ليفل 1 بالاخص؟ هتبقى قادر على نطق المقاطع الصوتيه بكل سهوله، كمان هتقدر تميز ما بين الاربع نغمات الاساسيه، ومش بس كده هتكون قادر كمان على كتابه بعض الرموز الصينيه، لان احنا هندرس الخطوط الصينيه وطريقه كتابه الرمز. ثالثا هتكون قادر على عمل محادثات قصيره من استخدام التعبيرات والكلمات اللي احنا هندرسها مع بعض، ومش بس كده انت كمان هتتعلم وتعرف ايام الاسبوع والشهور وازاي تقول الوقت والتاريخ.